الفأرة العروس حكاية من التراث الهندي. عاش سارانكا وزوجته إيلا في قرية بالهند سعيدين راضيين عن حياتهما، ولم يكن يحزنهما سوى أنهما لم يرزقا بالطفل. انظر يا عزيزي، فلنساعد تلك الفأرة المسكينة. حصل، إنها تسقط. الحمد لله، شكرا لك. يا لك من فأرة جميلة، ما رأيك؟ نعم إنها جميلة جدا. جاء بالفأرة إلى البيت وقام برعايتها، ولما لم يكن لهما طفل فقد استمتعا كثيرا برعايتها. لقد اتخذت قرارا. ماذا قررتي؟ سوف نربي هذه الفأرة حتى تكبر، ثم نزوجها أكبر فئران الدنيا، ما رأيك؟ لكن يا عزيزتي. لقد قررت ذلك يا عزيزي. قام سارانكا وزوجته بتربية الفأرة الصغيرة وكأنها كنز ثمين. إنك أجمل فئران الدنيا، لذا يجب أن تتزوجي أقوى الفئران. كان هناك فأر قد وقع في غرام الفأرة من أول نظرة، لكنه كان يحبها عن بعد. يا سلام، ما أجمل حياة. صباح الخير يا حلوة. صباح الخير يا سيدتي. أتدرين ما هو اليوم؟ دعيني أفكر، ماذا يكون؟ إنه يكون يوم زواجك. أنا أتزوج؟ لا أصدق. ها هو فستان زفاف الفأرة. هيا ارتديه يا عزيزتي. رائع، نحن سعيدين جدا بك يا عزيزتي. شكرا شكرا يا سيدتي. سوف تتزوجين اليوم أقوى شيء في الوجود، إنه الشعاع، انظري. وجاء يوم الزفاف، فرحت الفأرة كثيرا لأنها ستتزوج أقوى شيء في الوجود. عفوا، أود أن أهنئك. ماذا؟ زواجا سعيدا. شكرا لك. ترى من يكون؟ لم أره من قبل. هل تعرفنا من قبل؟ لا، ولكن كنت أراقبك عن بعد. هيا يا عزيزتي، الوقت ضيق جدا. لا تحزني، هذا صحيح، انك جميلة كما يقولون. حجب السحاب وجه الشعاع الذي كان أقوى شيء في الوجود، فتغير الأمر. عفوا، لقد كانت مفاجأة لنا. ماذا؟ إذا كنت ما زلت أعزب، فهل تتزوج منها؟ أجبني. أنا أعزب، نعم أنا أعزب بالفعل. هل سيكون هناك عرس؟ من الصعب التنبؤ بما سيحدث. والآن جاءت الريح. هيا
فيها. أرأيتم كم أنا قوي؟ لقد قررت أن أتزوجك في الحال. انتظر، لا تأخذها. ماذا تريد؟ لا تأخذها، لا تؤذيها أرجوك، إنها رقيقة جدا. أريد الأقوى من الريح. أقوى من الريح؟ أقوى من الريح، أقوى من الريح. حسنا، عرفت. ذهب الفأر يطلب النجدة من الجدار. أيها الجدار، أرجوك أنجد الفأرة، أرجوك أرجوك أنجدها. حسنا، دع الأمر لي. بالرغم من قوة الريح استطاع الجدار أن يهزمها. وهكذا تم إنقاذ الفأرة من الخطر، وقرر سارانكا وزوجته أن الجدار هو أفضل زوج للفأرة. لقد ذهب الفأر. جاء يوم زفاف الفأرة والجدار. لم تكن الفأرة سعيدة، لكنها لم تستطع البوح بذلك أمام سارانكا وزوجته. كم أنا تعيس في هذه اللحظة. أتمنى لك السعادة، كوني زوجة فاضلة. نعم، أرجو أرجو أن تحضري من حين لآخر. يا لي من أحمق، مستحيل. هل تعرفين ماذا سيحدث اليوم؟ سيتم زفاف الفأرة الجميلة على الجدار. مررت من هناك لكنها لا تبدو سعيدة. لماذا؟ أتكون قد أحبت أحدا غيره؟ لكن الجدار هو أقوى شيء في الوجود، مستحيل أن يأخذها أحد منه بالقوة. هل تعتقد ذلك؟ كنت أعتقد أن الحب هو أقوى شيء في الوجود. نعم، أنت مخطئة. نعم، انتظروا، أطلقوا كل شيء، أطلقوا كل شيء، انتظروا. أقوى شيء في الوجود هو الحب. انتظر، أريد أن أتزوج منها وسنرى من منا الأقوى. أنا أم أنت؟ تنافسني، لابد أنك تمزح. لا، أنا لا أمزح أبدا. لا يمكنك أن تأخذها مني. انتظر، سوف ترى. هيا عد إلى بيتك. لدى سماع الفأر لهذه الكلمات شعر بالشجاعة تتأجج بداخله. حسنا، انتظري، سوف ترى أيها الجدار. رائعان. أتمنى لكما حياة سعيدة. وهكذا تزوجت الفأرة من الفأر. ترى هل كانا سعيدين؟ أعتقد ذلك.
Ha 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 ha.